سيبكم مع أسئلة سريعة جدا والفنانة مريهان حسين. اللون المفضل ليكي ايه؟ بحب الابيض والاسود. ايه الحاجه اللي بتخافي منها؟ الفراق. ساحل ولا جونه؟ الساحل ليه اجواء بحبها قوي، والجونه ليها طبع خاص وسحر خاص بحبها جدا جدا. سمك ولا جمبري؟ جمبري. ايه اسم فنانك المفضل؟ دانيال دلويس. طيب وفنانتك المفضله؟ شاديه وسعاد حسني. اكتر اكله شرقي بتحبيها؟ كشري. بتفضلي اكل البيت ولا الشارع؟ اكل البيت. لو معاكي طاقيه لخفه لمده نص ساعه هتعملي بيها ايه؟ لا بس هي فكرة الاختفاء نفسها ظريفة، يعني أنا شايفة ومحدش شايفني. هواية عندك والناس مش عارفاها؟ الرقص. عارفينه؟ أكتر مخرج كان نفسك تشتغلي معاه؟ محمد خان طبعا. أكتر حاجة ممكن تخرجك عن شعورك؟ قلة الاحترام. لو ما كنتيش ممثلة تحبي تبقي إيه؟ ممكن مهندسة ديكور. طب إيه أكتر حاجة بتشدك في الشخص اللي قدامك؟ خفة دمه طبعا. ويا ترى أهلاوية ولا زملكاوية؟ ماليش في الكورة. إيه أكتر أغنية شعبي بترقصك؟ أنا بحب الأغاني الشعبية عموما جدا.